بعتت رسائل لأصحاب المفاتيح. نحن لازم نتلف كل الأجزاء اللي بتدل عن النظام هون. مات الحارس ومراد على مدار عايش. ما قدرنا نمنعه يحكي مع الحارس. يمكن صار الوقت لحتى نصير أصدقاء مع أعدائنا. ما فهمت عليك. أنا قررت شوف مراد على مدار. ما رح يقبل مراد صداقتك هاي من الأساس. مراد على مدار رجال عائل. أكيد رح يلتقي فيني ويسمح لي أعرض عليه اللي عندي. هالشي هاد ما رح يقدر يرفضه شو ما كان يكون. شو بده يصير بعدين معلم؟ رح ننتظر الحراس منشان يكمل المفتاح. بلاقي جياتك على تركيا كترانة يا مارغريت. انتبه منيح لأنه طقسنا بجوز ما يواتيكي، يمكن تمرضي. أنت بتعرف كيف جو بوسطن أقسى من جو اسطنبول بكتير. بس ما أجيت لوحدي مراد. الأستاذ الأكبر صار باسطنبول هلأ وحابب أنه يلتقي فيك. ما بتخافي احكي مع الأستاذ الأكبر عن رهف؟ نحن الاثنين متفقين أنه ما نعرض رهف لأي عنف. قلتي لي انك مشتاقة لبنتك كتير وهي صارت عندك. لو كنت عارفان انك حتجي على تركيا على طول ما كنت سمحت لك تاخديها معك على امريكا. بس انا ما بذكر اني طلبت منك اذن وقت اخذت بنتي. انا سمحت لك تضلي عايشة يا مارغريت. برأيك في اماني اكتر من هيك؟ انا ما بنسى بحياتي اي معروف من دون مقابل يا مراد. لهذا السبب انا عم اهديك فرصة اللقاء مع الأستاذ الأكبر. ايه الأستاذ الأكبر اجا من أمريكا خصوصي مشان يريح نفسيته ويقابلني وش لوش. رد هذا الطلب ما بيناسب ضيافتنا. معناتها رح خبرك عن مكان وزمان اللقاء. طالما انك وصلت على البيت رح اسمح لك تحكي مع رهف. خلي صوتا يسمعوا كلياتهم. كل هالقد مشتاقتيلي لحتى عم ترابيني؟ تعرف يا عزيزي مراد اني بحاول اخبي عواطفي تجاهك. كيفك حبيبتي؟ عم حاول اني اكون بخير. ماما مانا منيحة
زعلانة كتير على فراق رهف. مارغريت هون مشغول فيها. وجايبة رهف معها؟ لا، بس ما بقي لي كتير لحتى رجع لهون. لهالدرجة هنن قوايا؟ ما منقدر نمسك هاي المرة جوات بلدنا؟ اوعك تعملي أي شي بيتعلق بهاي المرة. مراد، ما تنتظر مني أقعد وأتفرج عليكم. معك حق، عملي شو ما بدك. كيفك بابا؟ طمني كيف أمي؟ والله ما رح نكون مرتاحين لترجع رهف على البيت وترجع فرحتنا. بابا أنا ما كنت ناوي أحكي لكم التفاصيل، بس وضع رهف معقد شوي. لاحظت هالشي يا ابني. شكرا لك بابا، أنت بتضل جنبي بكل الأوقات، أكبر دعم لي هو وجودك. يا ابني أنا ما بقي بعمري كتير. بابا بترجاك لا تحكي هيك. قلبي هيك عم يخبرني يا ابني. لو حكيت لك ياها بطريقة تانية شو رح تستفيد؟ بابا إذا أنت بتروح أنا بتبهدل، وخصوصي هلأ بهي المرحلة. يا ابني أكبر وجع بيواجه قلب الإنسان هو خسارته لأحبابه، بس ما حدا بيقدر يمنع الشي المكتوب علينا. وبالحقيقة أنا أعطيتك كل شي بتحتاجه لتمشي بالأيام الصعبة. هذا الزمن والحياة اللي اخترتها خلتك تنضج. بابا في جوانب لسه ما نضجت عندي، غضبي، قراراتي السريعة، حب الانتقام، لسه ما نضجت. أنت غلطان يا ابني، هاي الشغلات رافقتك خلال نضالك. بقدر رحمتك ومحبتك للناس القراب منك كتير لازم يقابلها الغضب على أعدائك، وانت بالأخير شاطر كتير وبتتحكم بهذا الغضب. نحن علمناك الصبر كمان. برأيك ما بقى في عندي شي ناقص؟ النقصان هي أكبر صفة عند الإنسان، المشكلة هي تعرف النقص وتشتغل على تغطية هذا النقص والاستعانة برب العالمين. بابا أنا ما بدي نفترق. ابني هذا فراق مؤقت، نحن اجينا ضيوف على هالحياة وآخرتنا نرجع لخالقنا. عاجلا ولا آجلا انت رح تلحقني. الإنسان دائما بيكون مع يلي بيحبه، وأنا بكل الوقت معك، وانت رح تضل معي بكل الأزمان يا ابني. نحن اجينا ضيوف على هالحياة وآخرتنا نرجع لخالقنا. عاجلا ولا آجلا انت رح تلحقني. يمكن انا اول واحد رح يفارقكم كلكم. في مستجدات حضرة المدير؟ بالنسبة لكارا، تفضل عم اسمعك. كارا راح وفات على الجبل، انت يلي بعدته شي. شو اهمية هالحكي هلا؟ المهم انه نرجع كارا وجماعته من هنيك عايشين.
يعني معقول نجي لهون من دون حماية؟ هذا الزلمة بيعتبر حاله من الفرسان، لهيك ما في منه خوف. بس يا ابني ما في داعي، ما في داعي. بدي اشكر لطفك وشجاعتك، شكرا على جيتك. يمكن انت يلي دعيتني، بس انا صاحب البيت. تركيا اليوم صارت مركز جذب لكل الاستثمارات بالعالم، حتى لو ما كان فيها حكومة. مع هيك كل شخص سبق وزارة بيحب إنه يقضي باقي عمره فيها. عم تحكي كأنك قطعت الأمل بأمريكا نهائيا. مو كانت أمريكا مركز مملكة الرب؟ كنا مثل الولد الصغير يلي بحب التغيير. وإذا بتقبل مني بدي أقدم لك هدية صغيرة ورمزية يا مراد على مدار. السفينة يلي استعملها كريستوف كولومبوس وقت اللي اكتشف أمريكا. يعني عم توعدني بأمريكا مثلا؟ أمريكا عم تعيش مرحلة الكهولة مثل أي امبراطورية عظمى، بتاخد مكانة بالتاريخ وبتتحول لمجرد دراسات. قبل ما تصيروا قوة عظمى كيف كنتوا حامين حالكم؟ فكرة القوة العظمى الوحيدة مغرية، بس يلي فهمناه بعدين إنه صعب نبقى من دون الطرف المغاير. مركز القوة عم ينحسر من الطرف الإيجابي للسلبي. نحن سبق وعشنا هاي الظروف وتحركنا فورا. يعني انتو بدكم بكل منطقة يكون في قوة إقليمية وتتحكم فيها، بدل ما يكون في دولة عظمى واحدة. ومثل ما فهمت من الهدية تبعكم، انكم عم تعرضوا انه تكون تركيا هي القوة الإقليمية بهاي المنطقة. اذا تفهمنا على الشكل فشو المشكلة يا مراد على الدار؟ من دون مساعدتكم تركيا رايحة لتصير من القوى العالمية، فليش لحتى نتفاهم؟ طاقتكم غير صالحة لأنه تكون طاقة دولة اقتصاد عالمي. من الجيد هو استعمالكم للقوة اللطيفة. أنتوا عم تستعملوا آليات الاتصال والثقافة بشكل جيد كتير، بس القوة اللطيفة لوحدها ما بتكفي. قوتكم الاقتصادية والعسكرية غير كافية لتحقيق أهدافكم. أنتوا قطعتوا شوط مهم بالاستخبارات والأمن، بس لسه بدكم شغل. وتدريبكم لأشخاص من شان هاي المهمات رح ياخد وقت طويل كتير. نحن شعب صبور كتير، على طول معنا وقت، بس رح نخسر شي 15 سنة بسبب موانعكم وشروطكم والعوائق تبعكم. بس من الواضح إنه ما بقيان عندكم دقيقة واحدة لحتى تضيعوها. نحن لهذا اليوم أخذنا كل شيء بدنا إياه، كل شيء. بس أنتوا بأفضل مراحلكم وأقواها ما قدرتوا تعملوا استقرار داخلي. هذا هاجس معظم الدول الصغيرة، وكل الناس شافوا إنه ما عندكم القوة لتقضوا على المنظمة. سبب كل هذا شو؟ لأنكم ما عرفتوا كيف تفعلوا نظام الاعتراف بالآخر. لو كان في قرار حقيقي كانت القضية خلصت من زمان. نحن ما منشوف الأمور بمنظار وصولي، لأنه في عنا ارتباطات تاريخية مع كل هدول الناس. نحن منشوفهم جزء حقيقي من مواطنينا. بس معك حق، نحن عالجنا الأزمة من منطلق عاطفي. إنك تكون عاطفي هذا نوع من الترف يا عالم دار، وكلفته غالية وما بتساعدك أبدا. وأنتوا الحقيقة ما عندكم القدرة الاقتصادية لتدفعوا هذا الثمن.
ولما فتحتوا أحضانكم لضحايا حلبجة الشعب كله سفالكم، وفتحتوا أحضانكم للشيشان وقت حربهم، والغرب شجعكم وقدم بركاته لكم، وهلأ كمان عم تفتحوا أحضانكم لكل شي لاجئين، عم تظهروا للعالم إنه الضمير والوجدان الإنساني لسه ما ماتوا، والغرب بهذا الموضوع بيقدم لكم بركاته من أوسع منظار. معك حق، الغرب ما بيقدر يكون عاطفي مثلنا لأنه بيخاف إنه يصير في كسر بالميزانية. من السهل كتير علينا بالنسبة إننا نعمل إسطنبول أحد مراكز التمويل العالمية، فينا بسهولة نجيب بورصة الذهب والطاقة إسطنبول، وما في عندكم ماركات عالمية باسمكم قيمتها المضافة عالية، هاي لازم نعلمكم إياها. إصرارك على ربط الأمور فيكم وكل هاي الوعود اللي عم تعطيني إياها تعني إنه صرنا تابعين لإلكم، يعني إذا اختلفت استراتيجيتنا معكم رح تسحبوا هاي الأموال ووقتها فيكم تدمروا البلد بسهولة. مفهومكم للعولمة هو إنه الكل مرتبط فيكم ومحكوم فيكم، وإنتوا من ناحيتكم بدكم تكونوا مستقلين عن كل شيء. مراد علمدار، القضية مانا قضية ارتباط تركيا، نحن غلطنا غلط كتير كبير بالقرن العشرين، نحن جبرناكم على إلغاء الخلافة حتى ما يتوحدوا المسلمين بالعالم، واشتغلنا على تقسيم المسلمين بقدر ما فينا، بس كانت النتيجة الأضرار أكثر من الفوائد. لازم المسلمين يرتبطوا بمركز واحد لحتى يقدروا يتكاملوا مع العالم. بلشت معي من أمريكا ووصلتني لعند الخلافة، ما تلي إنك وعدني بالخلافة. خلافة بس بالمعنى المعاصر، في بالأمم المتحدة ممثل رسمي موجود عن كل دين، بس العالم الإسلامي ما عنده أي ممثل يمثله، ولهذا السبب ما فيكن تعملوا أي شيء مشترك. الأتراك نجحوا لمدة 500 سنة بخلافتهم على المسلمين وقدروا يحافظوا على الدولة. ذكرتني بحادثة صارت مع سيدنا الرسول، وقت اللي عرضوا عليه هيك شيء قال لهم بما معناه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. الإيمان عنا أكبر من كل المصالح، ومن شان هيك لا تتعبوا حالكم معنا. شو كان بده معلم؟ عرض علي إني أدير الدولة. طيب وشو المقابل؟ مقابل شغلة تافهة، كل اللي بدهن اياه انه نصير خدم عندهم. وشو جاوبته معلم؟ انا قلت له ما في مشكله بس خليني اشوف عبد الحي شو رايه. معلم ضروري تستشير صديق، يا ريتك ما اعطيتهم جواب نهائي. تفضل. طلبتي مني إيجي أستاذة؟ أحمد بدي إياك تجيب لي هاي المرة. أستاذة إلها عنوان شي معروف بتركيا؟ لا بس منعرف إنها دخلت على تركيا مبارح. أستاذة رح نمشط الفنادق، بس إذا قاعدة بمكان خاص ما رح نعرف. أنا رح أحكي مع مديرك وهذا رجاء خاص، لازم تعملوا أي شي لتقدروا تلاقوها. أستاذة شو بدنا نعمل مشان الدرك؟ أنا حكيت مع قائد المنطقة، في عنده علم بالقصة. حاضر أستاذي، رح نقول الطلب فورا. أحمد إذا ما لقيتوه خلال 24 ساعة رح تهرب، وبدي فرقة خاصة بالمطارات. ادخل. نعم سيد متى، أول مرة بحياتك بتشوف مرأة قوية؟
انت الثالثة. عندي فضول أعرف مين التنتين. الأولى مهمة بحياتي وما فيني أتركها، وما فيني بنفس الوقت أخلص من تسلطها، أمي. والتانية صديقة مراد علم دار المقربة المدعية ليلى. أنا تعرفت على ليلى، مرة عادية. هي بدها تثبت قوتها بمواجهتك. من شوي أصدرت أمر اعتقال باسمك. باسمي أنا؟ حبيت جرأتها. يمكن ما لها مرة عادية مثل ما فكرتها. خلينا نورجي ليلى شو قوتنا. متأكدة حضرتك؟ هذا كتير خطير. خطير من شاني ولا مشان ليلى؟ حضرتك لازم أكيد تتعرفي على أمي. أنا متأكد إنكم رح تتفاهموا كتير منيح. أخيراً أخي مراد، في شي مشاكل؟ صارت المشاكل مثل الجاكيت يا ذو فقار آغا، ما بصير نشلحه وكل الوقت عرقانين. تفضل. خير بقى، مين اللي عم يخليك تعرق هيك؟ مشكلتنا مو هون تحديداً. كارا راح على الجبل، ومثل ما بتعرف كتير شوب عم يعرق كتير، وأنا ما فيني روح بسبب مشاكلي. لهيك لازم حدا يقدر يبعث له نسمة هواء باردة. ايه والله امرك على رأسي من فوق. مكتاش جهز لي على السريع طلبية مكيفات. امرك معلم. شفت قلت لك انه مراد علمدار ما رح يقبل بعرضك شو ما حكيت. انا كان بيهمني اني شوف مراد علمدار وأتعرف عليه، وأنا ممنون كتير على هذا اللقاء مع هيك شخص استثنائي. مالي فهماني كيف حاسس بالامتنان لشخص ما رضي بالعرض اللي قدمته. قوة العدوية اللي مقابلك بتزيد عندك من أهمية الانتصار عليه. من زمان طويل ما لقيت عدو حسسني بحلاوة الانتصار هالقد. سيدي مراد علمدار بلش يتحرك. قرب أكتر. أصحاب المفاتيح كانوا هنيك يا ويرز. من وين عم تاخد الصورة؟ من نظام المراقبة سيدي. جهزوا لي مشاهد كل الكاميرات اللي عم تراقب المكان خلال 24 ساعة الماضية وبأعلى تفصيل. لا تخلوا مراد علمدار يغيب عن العين،
مراد رح يوصلنا لكتاب القصر. حاضر سيد. لا إلي الشيء اللي حطه مراد على مدار. قرب الكاميرا على وشه شوي. سيدي ما في مشاهد تانية لأنه أخذناها من زاوية كاميرات المراقبة. يعني ما فينا نلاحق هذا الشخص؟ للأسف لا سيدي. بكفي هن نحطوا الأماني ومشيوا. شو بدك فيون يا أبو إيراز؟ مراد على مدار وينه؟ راحوا على الطريق الساحلي سيدي، وهلأ بطريقهم على شيلة. مراد أخذ الشي اللي محتاجه. نحن لازم نحصل على كتاب الأصل لو شو ما كلف الأمر. خلينا نطلع سيد متى، أنت بتاخد الكتاب وأنا باخد روح على مدار. الكتاب أكيد بشي مكان هنيك. عفوا سيدي، في مخرجين لهذا المكان. مارغريت، شاركي بويرز بهي المعلومة. حاضر. ما تقلقي مارغريت، رح تاخدوا الكتاب. خلي الهوليكوبتر تطلق النار، بس ما تقتلوا لمراد. ويرز، الأولوية لكتاب الأصل. سيد مكتا، استخدم المدخل الموجود ورا المكان. بلش انت بالأولويات. أولوياتي هي على مدار. شباب تعالوا الحقوني. حصلونا عبد الحي، لازم نخلص من الهليكوبتر اول، ولا رح تكون فريسه سهله. رح نخسر فاطمه، لازم نعمل اي شيء بسرعه. لازم نطلعهم من هون بأسرع. شو بدنا نعمل معلم؟ انت وعبد الحي اركضوا على المغارة، الفتوا الانتباه لألكم، وقت انا رح هاجم بويرز. اذا ما قضيت على بويرز ما رح ينسحبوا.
أي نورة غطي علينا. لك شو عم تعملوا؟ الأولوية هي على مدار. سيدي تصاوب فيروس، وكرر تصاوب فيروس، شو لازم نعمل؟ سيدي أنا بانتظار الأوامر. نسحبه فورا. أمرك مدام. تفضل. استاذي ليلى، جبنا المرة اللي طلبتي نجيبها. وين لقيتوها؟ مسكناها وهي فايتة على الفندق، صارت بمكتب القلم. جيبوها لشوف. ادخل. مو هي المرة المطلوبة. استاذي، جواز السفر والهوية مزبوطين. وين مارغريت؟
أنا مارغريت. أحمد خده من هون. حاضر. سلام. نعم. إذا كنتي حابة إنك تشوفيني فكنتي خبري مراد. كنت بجي وبزورك طبعا، ما كان في داعي تستنفري الأمن التركي كله. مارغريت، كان بدي لاقيكي قبل ما يمسكك مراد. لازم تشكريني لأني بدي أنقذ لك حياتك. دور المرأة التركية المضحية بيضحكني كتير. لو كنت بتعرفي إنه ما في حدود يلي ممكن أعمله كرمال مراد ورهف، ما تجرأتي وإجيتي على تركيا. بعد هلأ تركيا صارت وطني الثاني ليلى. من الأحسن إليك إنك تتعودي على وجودي دائما. اجوا يلي ناطرين وتشرفوا. ليش بتعرفهم معلم؟ لا بس بعد شوي رح نتعرف. شو وين نجدات؟ لك نجدات من وين جبت الخبز؟ ها معلم، والله دفعت حقهم دبل وركضت لهون. هاي ما اسمها سرقة. لك نجدات، انت شو عملت؟ ليس شو صار؟ ارفعوا ايديكم لفوق. صحة وعافية نجدات. القفل مو معقدة مثل ما تصورت. طمني ما رح ياخد معي وقت طويل. ناولني المعقد. خيط الجرح. حاضر سيدي. وضع بويرز نزف دم كتير، بس طالعنا رصاصات. إذا كان رح يضل عايش أو لا فهذا مرتبط بإرادته. طالما مراد عايش أكيد ما رح يموت. يلا خلينا نحط. بصحة اللي فتحت لنا تركيا، مارغريت. مارغريت، مارغريت.
سيدي قدرنا نفتح الكتاب. تفضل سيدي. معلم، هدول عم يراقبوا حركاتنا. إذا نحن رحنا لعند الحارس رح يلاحقونا بكل خطوة. رح أبعت حدا هو يجيب كتاب القصف. ما رح تخطر ببالهم هاي الحركة. شو معلم؟ زلمة ميت. مستعد تموت كرمال هذا الشيء يا عابد؟ مستعد معلم. Thank you.
عبودي؟ أنت عم تشوف اللي أنا عم شوفه؟ إيه نعم عم شوف عمران. قلت لشوف قديش بتحبوني أنتو اتنين. عبد الحي طلع بيحبني كتير، بس يا حيف عليك أنت يا عمران. أنا حزنت عليك من جوا أخي، الكبد والبنكرياس والكلية كلهم دابوا بسببك. عبد الحي شو ناطر لك؟ ما تقوم عبد الحي، قوم هرر له سنانه. شو بها؟ أنا كنت عرفان بهالشي، وأنا عملت هالانهيار مشان ما أنزع الدور عليهم. وإلا من أمتى بتشوفني ببكي بهالطريقة بس يموت شي حدا؟ إيه ما تواخذنا عبودي، أنا بلعت القصة، حاسسها مثل قذيفة الطيارة، روحتني على الأرض والله. بتعرف عمران أنا ما عندي مشكلة بأي اشتباكات أو مواجهات، بس تكتيك معلمنا بالحروب من تحت الطاولة رح يسبب لنا الفالج. ما عاد عم بقدر أتحرك. عابد. نعم معلم. بعت ورا الكل. مستقبل المجلس تم ضمانه وتجديده. هي أول مرة أعدائنا بيكونوا بهالحجم وبيقدروا يقربوا منا لهي الدرجة، بس بفضلكم أنتوا نجح هذا الشغل. بس الخطر ما خلص طالما حراس المعبد ما راحوا، ما رجعوا على مطرح ما إجوا. بس يتكامل المجلس الجديد يا عاكف رح يأسسوا نظامه بيضمن الحماية منهم. يلي كان مهم أنه نقدر نمنعهم يقضوا على مستقبل مجلس الختيارية. عبد الحي موجود ضمن هذا الظرف قائمة بالمرشحين لتشكيل المجلس الجديد، بتوصل الظرف للأستاذ. عابد مهمتك أنك تسلم كتاب الأصل للحارس الجديد يلي رح يتعين، ومطرح ما رح تروح رح تلاقي ناس ناظرينك هنن أصحاب المفاتيح الجداد. الكتاب تسكر من جديد وتم تأمين سرية المجلس. بقي شخص بيعرف السر. معلم انت بتعرف هذا السر، وطول ما أنت عايش رح يكون هالسر دايماً بخطر. أنت كيف بتحكي مع المعلم بهاي الطريقة؟ عم يحكي صح يا عابد، ما فيني أعرض مستقبل المجلس للخطر. معلم أنت اللي عم تحكي عنه هو حياتك. نحن ضحينا بحياتنا وقت اللي دخلنا بهذا الشغل، وأقسمنا يمين على هذا الشيء. اطلعوا كلياتكم واتركوني أنا وعاكف لوحدنا. معلم لأول مرة بحياتي رح وقف بوشك، أنا ما رح أسمح بهذا الشيء. أنا مع عبد الحي، هذا القرار ما بيصير تاخده أبدا. اطلعوا كلكم لبرا. يلا عابد لا تجبرهم. عابد
فهم علي؟ أنا رح أقوس على يلي ما رح يطلع. يلا اطلعوا يا شباب، هالشغلة مو شخصية. أعدائنا عديمي الشرف ما عملوا مثلكم. هلأ صار الفرقة فيها أبطاء فاطمة وأرتك اللي منصابين عديمة الشرف. معلم بعيد من قدامي. عابد معلم، أنت ما بصير تعمل معنا هيك. كل واحد بيعرف هذا السر، ضحى بحاله من دون أي تردد. آخر وصية لألي أنت اللي رح تنفذها. عم اسمعك معلم. لما كانت عم تتم العملية زرعت جهاز إرسال جوات جسم جاك، فيني راقبه حتى ببوسطن، وهلأ في احتمال أنه يكون هو عند رهف. إذا لحقته لجاك رح توصل لرهف. بوعدك معلم، لو هذا كان آخر عمل إلي رح أخذ بنتك من بين إيديه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.